نوران، ايه اللي حسيتيه مميز في منير لما تعاملتي معاه عن قرب، يعني بشكل شخصي كده؟ بصي بجد الحاجة اللي دايما انا لاحظتها وكل الناس بتتكلم عنها اللي تعاملوا معايا عن قرب، هو ان ازاي مش اي مسافات يعني بينه وبين الناس، وكمان مع الموسيقيين ومع هم بيقدر قوي الموسيقى وبيحترمها جدا جدا، وتحسي فعلا ان هو بيجسد فكرة ان هو، تحسي ان هو باند، الموضوع مش بس ان هو شخص واحد متجسد في كل حاجة، لا ده هي منظمة، هو تيم وورك. فاحلى حاجة لاحظتها ان هو مؤمن جدا بالموضوع ده، في فكرة فريق العمل ان احنا كلنا بنشارك في حاجة، احساس المشاركة ده عالي جدا جدا جدا.